ترند. هي مسرحية سياسية كوميدية ساخرة قدمها مجموعة من الفنانين الأردنيين الشباب، جسدوا من خلالها شوي من الواقع والمشاكل اللي بيعيشها الشعب الأردني كل يوم. البسي بسرعة عشان في عنا مشوار كتير مهم قبل ما نروح عند أهلي. لوين؟ على سوق الذهب. يعني تذكرت. ولك هو هذا يوم انت زاق. تعرف شغلة؟ بدي هيك اجيب سوارة. هيك بتنتشر تنتش. بتجنني كتير كتير. من هون دندوش من هون دندوش من هون خرسات. صدقيني ما بتلبى الا على عيد اختي انتصار عشان عرسها بكره. عرضنا اليوم عم بحكي عن وجع الشارع الأردني من خلال ممثلين رائعين جداً، هنا أكيد كانوا شوي راح تشوفوهم كلياتهم. حاولنا قدر الإمكان بهذا العرض نجيب المشاكل اللي بيعاني منها المواطن الأردني بشكل عام، موضوع الشغل، موضوع النقابات، موضوع العائلة الأردنية كيف بتعاملوا مع بعض، موضوع يعني إحنا بطريقة ساخرة وكوميدية. كانت فكرة المسرحية غريبة شوي، واللي حاول فيها الممثلين أنهم يخطفوا برنامج على الهواء ليستغلوا سلطة الإعلام ويوصلوا صوتهم اللي ما حدا سامعه لكل العالم عن طريق هذا البرنامج. مسرحية ترند مسرحية سياسية ساخرة بتحكي عن مشاكل الشباب، عن الفساد اللي بيصير عنا، عن الهموم والعواقب اللي بتواجه الشباب. حاولنا نطرح المواضيع في لوحات كوميدية نحاول نبسطها للناس وناخد الموضوع بأنه إيجابية، ونحاول أنه مع بعض نحل هاي الأمور اللي عم بتصير معانا، ندعم بعض، نوجد حلول للمشاكل اللي عم نواجهها. بكون بقدم برنامج وبيجوا بيختطفوا البرنامج وأنا عم بقدمه، وبيحكوا وجعهم وبيحكوا عن كتير شغلات. فبنهاية العرض أنا عشان هم حكوا عن وجعهم فبكون معاهم وبصير معاهم وبس. حكومة شلعت قلبي. ضيق على ريه عنق الزجاج ضيق على ريه.